عشان زور خيد الكلام ديال بعد شي بغي اللي وقع درنا كاميرا خفية درنا معها هي قالت لك شكون اللي عطاك التليفون ديالي الشخصي سويتي لي من عاطيها ونسيتي شي واحد عطانا التليفون ديالها هنايا وتي كاع حنا خدينا التليفون ديالك تي هي كيلو بطرة ديال إذاعة ديال السينان قلت أنا كنتفرج بك كترمى عندك الترمى القبة كدوري لا هذا هو علاش كنتفرج برنامج أما تي ما تخيطي لا خيط بيد لا لا خيط كحل كان آخر الآخر يطلع قال لي ما عندكش الحق تهضر أنت داخل هنايا المسجد ديال الحسن الثاني هاد الرمرة فيها ما كاينة القلوة بيضاء فكنتي انت كاع مسلم راه كاين اصحابي حسن راه يشدوك يقلبوك الله يبي بوسطن زامل حلايقي الحلقة القبيلة ديال امك راه امك كانوا تيبونتيو عليها في الحلقة امك كانوا كيسدوا لها الجلابة الخشية بين الرجالة اجي دير الحلقة يا الحمار طلع انت هضر دير الحلقة طلع انت امك القبيلة تسجال باك راه تيضربوا لي بالسطن تيقول لهم هزوا يديك ضربوا سوات الربح وقت يهز يدو كيضربو ليه الزطام تيخلي امك بالعشا راه الكريمي كيدا بحلقة الخفا ديال امك ولا بالاذاعة والله امك لا دخلتي ليها تتفرج على المايك بري ومنك احلى مايك اخ بوسطون هذا انت يا ولد القحبة كتصلي كتعرف الرسول يا ولد الحرام هذا وين الكفة ديال البلح ولد القحبة كتكفت على الفلبينية انا جبت لهم الفايل دابا دويت ولد العايره جاي تحاربوا ويا انا والله يا امكم انا خرجت لكم من البالطو انا ولا غادي نقادكم اخويا الجزائر كان مشكل بيرسونيل بين الهواري بومدين اللي كان سميتو بخروبه مع حسن الثاني خدا انتقام في 75 يمات المسيره طرد 350 الف مغربي ومغربي طردهم قل عليهم ما خلاهمش حتى الوقت باش ياخذوا حوايجهم فهمتيها وكاين دوك المخابرات الجزائريه عندهم مصالح كاينه مع عمليه افراد كاين الناس اللي تحترموا الجزائريين العرب حد الجزائر مصر اخرجوا 10000 ديال الجزائريات حارقات في كازا راه فينا ما نجمعوهم حتى حنا ونحطهم في الحدود حارقين خرجوا حتى هما تيشجعوا حنا المغاربه هكذا ما عندناش مشكل معاهم هذا المشكل ديال الصحراء وهادشي كيستافدوا ماشي ما كاين الناس كيستافدوا وبغا يديروا هذا المشكل بحلقه ديال فلسطين اسرائيل كاين المغاربه عارفين داك المجلس الامن الدولي ديال اليهود هذاك الامم المتحده اليهود هما اللي كتحكم فيهم واش فهمتي انا اخويا المغرب عايق يسحب الامم المتحده الى تعطيهم الصحراء المغرب راه غادي يبقى ملاهيها تيبقى يمص داك البترول بشويه هي يمصها ويديها على الفوسفات والاخر يعطيها لهم قول لهم الحكم الذاتي تحت حكم الزرواطي اساتذه المغاربه هي جهتهم الحكم ذاتي تطيح على راسك عاد يدخلوهم تما يدخلوا لهم الحشيش يدخلوا لهم الحشيش والفاني والقرقوبي والزرواطه بنادم صاحبتي يقول عاش الملك بنادم ضربه مع الناقه تعطيه قرعه ما يعطيك اختو تحقنا اما الجزائريين هذوك عطيهم بطاطا بطاطا عطيهم بطاطا من المغرب عطيهم الدلاع البطيخ خلص لهم الفلوس خسرت البوليزاري وهم معنا هذاك بوتفليقة راه جزائري وزيد في وجدة ولكن من اللاجئين بودياب كان لاجئ سياسي في المغرب ولا رئيس الجزائر كان في كازا يعني. بن بلا حتى هو ولا رئيس ديال من 65 تال المغاربة راه هما اللي تيديروا هادشي فهمتي الاخوان المغاربة واعرين راه جوحة كتعرفوا جوحة والحمار جوحة والمسمار راه مغربي ماشي جزائري ولا تونسي بعد دار ودار المسمار علق الجلابية ديالو مشاو للمحكمة قال لي ما بعت لك المسمار وربح القضية اش كيقولوا المسمار جحا بعت لك الدار وبعت لك المسمار تمام المغاربة خطارة المهم يا اخوان تبارك الله عليكم قضية ديال العياقة كاين دابا كي يقول لك العياقة داكشي العياقة راه حنا مغاربة راه ما تعيقش عليا انا راه مغربي حر راه كبرت مع الشعب راه ماشي زايد في امريكان ولا با هو الغيساتي كيدير لي مدرسة الطومبيله ديال الدجاج ما تتبانش راه كبرنا مع الشعب الاخ عار جي وتبت معنا وهضر معنا وضحك بالنيه ديالك اما ديك العياقه وانت مسمار طالع معاك الراكو زعما واعر ومع حداك اربعه الدريات بغيت تضحكهم ولا حداك اربعه الدراري داكشي قديم ما تينفعش كاين معقول ولا تينفع يا اخوان
اما تاجي تقول لي انا عتيبي وين امام احمد مسافر راح بسات الحكومه على الامامه، انت لو غادي توريني الاسلام وتقول لي كان عين الرسول، راه فرق بين الرسول والرسول، الرسول ديال الناموسيه جمع رسول، الرسول هو رسول تتعرفوا رسول ديال الناموسيه فهمتي انت الاخ. اما انت هذاك الاخ اللي طلع قال لي كتعير النبي انتم ولا القحاب المخابرات والله القحاب شا البصري مالك غادي يخلص يقول مالك عايش مالك راه عايش بلا بيك راه امريكان يدير الف ساعه يتخلص انتم مالك راه عايش بلا بيكم صحاب عاش ما واكل حتى بكرشو النواب خاري الاجازه وقال جايبين مدرب بلجيكي كون كان مدرب هذاك اللي عاطينو 200 كون كان واعر كون بيدرس العالم ان الناس كيمشيو باش يدو كاس الناس جايه باش يتعالوا العرب كله ديال هذا هو الاشكال اللي كاين غادي نحل لك انا انت مسالي لك انا كاين غير انت مسالي لك نعير الرسول سير داروا لي في يوتيوب تنعير لك الملك ديك انا دار شي حاجه راه نقولها ليه في راسو راه ما كاينش مقدس عندي انا داير بحال هذاك عيد سعيد ايدر جا كان حكموا عليه بالاعدام ياك ذاك الريفي كتعرفوا المقاومه يد رئيس سعيد برنامج الشاهد على العصر احمد منصور ما بغاش يبوس على الملك جا الفاس طاح على كتفه قال لي الملك حسن الثاني شكون انت دار القوى بحال ما عرفوش قال لي انا هو سعيد يدر جا عند المصري قال لي ما كنتيش غتبوس على يد الملك سيدنا ما تجيش قال لي انا جاي عندك العرس عرفت عليا نجي ما عرفتش ما نجيش هكايا الرجوله سلسوني ولا لا؟ والله الا شفت محمد السادس دري صغير بات واحد الحافل ديال ولده الصغير هذا مولين حسن يقرا القران بحال كشفيه كيديروا مسابقات وكان حاضرة الاميرة لا سلمى وحاضرة ديك الدرية الصغيرة بنته لالا خديجة تاهي خدات جائزة وجا دري صغير والله الا باس محمد السادس باتوا من الحك للحك ولكن غير البشر دابا معامن غادي معامن بنادم تيجي ما تيعرفش شنو هي مغربي حتى النشيد الوطني ما حافظوش تقول لي لا معنى السعودي ما يعرفهاش انا كون جات عليا تبغى تاخذ البطاقه الوطنيه دوز امتحان تعرض كتابه وشفويين واسئله النشيد الوطني باش تاخذ البطاقه الوطنيه تكون واعي اش معقول ولا لا وهذو صحاب السايبر كافين ديهم للعسكر هذو اللي ما خداميش تزيد العسكري 18 شهر تحيد الوشمه وحيد الطنقه سالا جماتنا الجزائري يعرف بعدا يهز الفردي أكل مايك